لو ضيق على المسلم في بلد فواجب عليه أن يخرج منه إلى بلد يقيم فيه. ما معنى التضييق؟ التضييق إذا ضيق عليه بحيث لا أستطيع أن يتمكن من إقامة دينه وشرائعه وشرائع ملته. أي نعم. ولذلك القدوة في هذا إمامنا وقدوتنا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا يوم الدين رسول الله عليه الصلاة والسلام. أين كان؟ في مكة. حب البقاء إلى الله. والثواب على الصلاة في الحرم المكي ب100,000، ودي أرض الوحي، نزل فيها الوحي. ومع ذلك لما ضيق عليه وحورب وتؤمر عليه كما تقول سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كتب الله عليه الهجرة. كتب الله تعالى للخروج. وذلك يقول تعالى في تحية السورة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون وهم ينظرون. والنص في الإسراء، والنص عفوا في النساء، يدعو إلى الهجرة عندما يضيق عليك في دينك وحتى في رزقك. يقول تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وما بالك إذا كان الأجر على أكرم الأكرمين جل جلاله.